الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فاهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا بشرح متن أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك وشرحه لشيخنا سيدي أحمد الدردير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وما زلنا في باب الطهارة، قد وصلنا فيه إلى فرائض الوضوء، ووقفنا عند الفريضة الثالثة وهي مسح جميع الرأس. قال المصنف رحمه الله: ومسح جميع الرأس مع شعر صدغيه وما استرخى لا نقض ظفره، وأدخل يده تحته في رد المسح. يشير إلى الفريضة الثالثة من فرائض الوضوء، وهي مسح جميع الرأس من منابت الشعر المعتاد من المقدم إلى نقرة القفا، مع مسح شعر صبغيه مما فوق العظم الناتئ في الوجه. وأما هو فلا يمسح بل يغسل في الوجه، ويدخل في الرأس البياض الذي فوق وتدي الأذنين كما مر، ومع مسح ما استرخى من الشعر ولو طال جدا. بين الشيخ الفريضة الثالثة المذكورة في الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فالفريضة الثالثة هي مسح جميع الرأس، وامسحوا برؤوسكم. والباء للإلصاق كما قال الإمام مالك رضي الله عنه، يعني وامسحوا برؤوسكم، أي حالة كون أيديكم ملاصقة لرؤوسكم، الباء للإلصاق. وقال الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة رضي الله عنهما: إن الباء للتبعيد، لكن الإمام مالك والإمام أحمد رضي الله عنهما قال الباء للإلصاق. استنتجوا من ذلك وجوب مسح جميع الرأس، ويعني هذا هو يعني الأورع لخروج من الخلاف، لأن العبادة المتفق عليها أفضل من العبادة المختلف فيها. وبين الرأس من أين تبدأ؟ من منبت شعر الرأس المعتاد اللي هو بداية الوجه، فبداية الوجه هو بداية الرأس، يعني تبدأ الرأس من شعر الرأس المعتاد، لا من الأضم اللي هو شعر نازل على الجبهة، ولا الأصبع اللي هو
طبعا احيانا ينتهي شعر منبت شعر الراس من نصف الراس او من المؤخر، فيبدا من هذه الجبهه، هو بداية الرأس، لأن المكان ده العرض ده الجبهة، حتى لو في شعر فيها ما يخشش في مسح الرأس، وإنما يدخل في غسل الوجه كما ذكرنا في غسل الوجه. فيبدأ بمسح الرأس بيديه معا، لأن غير طبعا الحديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخذ بيديه جميعا فأقبل بهما وأدبر، يعني أخذ يديه هكذا ووضع هكذا قرن بين يديه ومسح الرأس إلى نقرة القفا ثم ردها، أقبل بهما وأدبر، يعني بدأ بالمقدم ثم أدبر من الخلف إلى الأمام، هذا معنى أقبل بهما وأدبر. فده بيان للآية، فعله صلى الله عليه وسلم بيان للآية، وامسحوا برؤوسكم، يبقى الرأس كله حتى شعر الصدغين داخل فيه مسح، حتى ما استرخى منهما، يعني لو واحد شعر الصدغين طويل ونازل يدخل في المسح، حتى ولو طال الشعر إلى منتصف الظهر أو إلى الكتفين يمسحه إلى آخره، اللي هو يعني يترك شعره طويلا يمسح إلى آخره، قالوا حتى المرأة، عندنا في المالكية حتى المرأة تمسح إلى آخر الشعر، حتى الضفيرتين برضه تمسك الضفيرة وتمسحها، ده مذهب من المال. وذكرنا أن ابن عرفة الدسوقي قال وينفع النساء أن يقلدن مذهب الإمام الشافعي، فيمسحن الناصية مقدم الرأس المرأة، قال حتى يعني لا يصيبهن ضرر خاصة في الشتاء، قال أن تقليد مذهب الغير الراجح أولى من تقليد الضعيف عندنا في المذهب، احنا عندنا أقوال ضعيفة، يبقى تقليد المذهب الراجح عند الإمام الشافعي أو الرأي الراجح عند الإمام الشافعي أو الإمام أبي حنيفة أولى من تقليد الضعيف في مذهب الإمام مالك رضي الله عنه. وطبعا الدليل يعني أن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تمسح مقدم رأسها، السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تمسح مقدم الرأس كما رواه الإمام أحمد ونقله ابن قدامة عنه في المغني. أما الصدغين زي ما قال الشيخ قال وأما هو فلا يمسح بل يغسل، الصد اللي هو ما فوق الحاجب إلى الشعر ده تبع إيه؟ تبع الوجه، المكان اللي ما فيهوش شعر ده تبع إيه؟ تبع الوجه، ويدخل في الرأس البياض الذي فوق وتدي الأذن، البياض ده اللي هنا بنحط الإبهامين عليه في المسح ده تبع الرأس، لكن البياض اللي تحت الوتدين تبع الايه؟ تبع الوجه اللي هو بجوار الحلمتين، حلمتي الاذن. يبقى اذا البياض اللي فوق الوتد الوتدين تبع الراس، البياض اللي تحت الوتدين تبع الوجه. فدي حدود طبعا تحديد الفقهاء للرأس والوجه لا بد من مراعاتها في الوضوء. وليس على الماسح من
ذكر أو أنثى نقض مقصوره، ولو اشتد الطفل ما لم يكن بخيوط كثيرة وإلا نقض لأنها حائل وطفر الخيطان. زمان كانت النساء يعني تلف الشعر بخيوط من حرير أو بخيوط من صوف، خيط زي يعني زي السبحة كده، يعني في غلظ السبحة، فكان بيلف الشعر بالخيط للزينة، يعني للزينة. أحيانا الغنية تأتي بالإيه؟ بالحرير، والفقيرة تلفه بالصوف. والآن يعني انتهت هذه، كان الخيط زي كده، كانت تلف الخيطين مع الايه؟ مع الضفر. بيقول لو مثلا اربع خيطان مثلا او خمسه يبقى ده كثير، يبقى لازم تفك الخيط، لان الخيط يعتبر حائل، الشعر من داخل الخيط يعتبر حائل، لكن الخيطين زي الخيطين دول ملفوفين مع الشعر ما يضروش، تمسح مع يعني تمسح الخيطين مع الايه؟ مع الشعر، لكن خيوط ثلاثة أربعة خمسة خيوط كثيرة يبقى تفك. يسموها العقوصة، زمان بيقولوا عليها العقوصة، لأنها بتعقص مع الشعر. قال أما الغسل، غسل الجنابة أو الحيض، فلا بد فيه من نقض ما اشتد ظفره لو بنفسه. يعني المرأة لف الظفر بشدة بحيث لو صبت الماء ما يمشيش الماء داخل الشعر يبقى تفك الظفر الشديد ده. وأحيانا بعض النساء برضه يعني تلف الشعر كله مرة واحدة بدل ظفرين ظفر واحد لكن شديد زي الحبل، بحيث إن لو صبينا عليه مية المية ما تخشش فيه، لا تدخل داخل الشعر، الظفر الشديد يفك. اما اذا كان ملفوف بخفه بحيث لو صبينا ميه داخل الظفر يسري فيها الماء يبقى يعني ما تفكش الايه؟ الظفر. كان مطفول بخيوط كثيره في الوضوء برضه يفك، الخيوط الكثيره تفك اكثر من اثنين سواء في الوضوء او في الغسل، لكن خيطين يغتفر في الوضوء لكن في الغسل يفك. هنا الشيخ جاي بعد رد مسح الراس بيقول وادخل الماسح يده وجوبا تحت الشعر المستطيل في رد المسح اذ لا يحصل التعميم الا به. نقول انه رد مسح الراس صار ما يجي رد اللي شعره طويل او المرأة شعرها طويل تدخل ايديها تحت الشعر وتجلب الشعر علشان ايه؟ التعميم. ده القول، هذا قول يعني. لكن الشيخ هنا بيقول ومحل قولهم الرد سنه اي بعد التعميم ذكره الأجهوري. يعني التعميم فرض، تعميم المسح ده فرض، لكن الرد سنة، الرد سنة. والتسليس مرة واحدة لا، المسح مبني على التخفيف، فالرأس لا تسلس والأذنان لا كذلك مرة واحدة لا تسلس. فالأجهوري مشى على أن الرد واجب، لكن رد هذا القول بأن جميع نصوص أهل المذهب المالكي على أن الرد بعد مسح ظاهر الشعر أولا سنة ولا يجب رد أصلا. حتى هناك في رسالة ابن أبي زيد وفي متن الأشموية إن بقي بلل ورد مسح الرأس إن بقي بلل، يعني لو واحد مسح إيه؟ مسح شعر الرأس فلم يجد بللا في يده
ايده يعني مشيت يبقى خلاص يبقى لا داعي لايه للرد سقط ولا يجدد الماء للرد يعني هو المسح مسح فشعره طويل فنشف الايه الكفين مفيش ميه مفيش بلل قال وردت مسح الراس ان بغي بلل إذن فالراجح أن الرد سنة وليس واجبا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس عمامة فكان عليه الصلاة والسلام أحيانا يمسح مقدم الرأس ويكمل على العمامة. ولذلك الشيخ الدرتيب في باب المسح على الجبير قال يعني ويجوز المسح على عمامة خيف بنزعها خيف ايه؟ بنزعها يعني يخاف الإصابة بالبرد أو الإنفلونزا لأن بعض الناس أول ما يكشف راسه للهواء يصاب بإيه؟ بالبرد فيبقى يمسح على ما استرخى من الشعر أو يمسح على مقدم رأسه ويكمل على الأمام هكذا يبقى يمسح الشعر الظاهر من الأمام ويكمل على إيه؟ ويكمل على الأمام أحيانا بيكون في مثلا في شعر ظاهر من الأمام خلاص لا هو طبعا يؤخر الأمام قليلا عشان يمسح المقدم ويكمل على الأمام حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على مقدم رأسه فمسح على خفيه ومقدم رأسه وعلى عمامته قال فلو أجزأ المسح على المقدم ما كمل صلى الله عليه وسلم على الإمام ده دليل على وجوب مسح جميع الرأس وده مذهب الإمام مالك بن الأمام والإمام أحمد بن الأمام. طيب إذا كان الرأس ملبد بالحناء ملبد بالحناء أحيانا المرأة تضع حناء على الرأس فيجوز المسح على الحناء يجوز المسح على الحناء والدليل على هذا أن صلى الله عليه وسلم في الإحرام كان ملبدا رأسه بالصمد زمان العرب كانوا يلبدون الرأس في الحج عشان الإحرام مدة طويلة علشان الرأس يعني ما يبقاش فيها قمل ولا شيء فكانت ايه؟ كانوا يلبدونها بالصمد طبعا كان يلبد رأسه في الإحرام وكان في الوضوء يمسح على الصمغ يعني يمسح على رأسه ملبدا بالصمغ فكذلك الحناء المرأة تمسح عليها وليست حائلا ليست حائلا يعني الصمغ ما كانش حائل؟ نعم وش الفوزلين ولا الآلات ولا الحديد لا طبعا يعني هو طبعا الدهن هو الزيت الزيوت كل انواع الزيوت ليست حائلا كما سياتي في عدم الحائل في الوضوء مساله الزيوت والاشياء التي لها جسم يعني هنتكلم عنها في شروط صحه الوضوء وعدم الحائل على الاعضاء دي هنتكلم عنها لكن بالنسبة للرأس في حاجة اللي هي اللي يحطوها الشباب الآن اللي هي الجلد الجلد ده يعني يغلف الرأس ده حائل يعتبر من الحائل لكن الحناء دي سنة لأن الرأس عندما يغيره الشيء يحمره أو صفره بخلاف الجلد ده باستمرار
لا لا لازم يزال، لكن الدهان بالفازلين او الزيت زيت الشعر ليس حائلا، الزيوت كلها عموما ليست حائلا حتى على اعضاء الجسم، الزيوت والجليسرين والاشياء ليست ما بين من الحرائق، انما الحائل الشيء اللي انت تيجي تعمله كده بالسكين مثلا او بالموس يتشال، زي الشمع، الشمع والعجين، ضرب مثلا بالشمع والعجين، فهنا الجلد ده زي الشمع بيوضع بس ملوش لون، يعني لون بيتلون لون الشعر. فطبعا وارد انه الحناء دي الصحابه كانوا يتخضبون بالحناء ويمسحون عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في الاحرام يلبد راسه، يعني ينيم الشعر، يخلي الشعر نائم ما يبقاش ايه مخلخل حتى يعني لا يتسخ. هذا ما يتعلق بمسح الراس ورد مسح الراس. الفريضة الرابعة وغسل الرجلين بالكعبين الناتئين بمفصلي الساقين مع تعقد ما تحتهما كأخمصين أو كأخمصين، وندب تخليل أصابعهما. الفريضة الرابعة غسل الرجلين أي القدمين مع إدخال الكعبين في الغسل، وهما العظمان الناتئان أي البارزان أسفل الساق، تحتهما مفصل الساق، والمفصل فتح الميم وكسر الصاد واحد المفاصل، وبالعكس اللسان اللي هو مفصل، مفصل اللسان، مفصل اللي هو الكعب، كعب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم أنه كما يقول سيدنا عثمان رضي الله عنه: ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين. سيدنا عثمان لما نقل صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم وتوضأ للصحابة، سيدنا عثمان توضأ للصحابة لما طلب منه كيفية الوضوء التي رآها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يتوضأ ويقول لهم ثم فعل كذا وكذا، يعني بيان الوضوء بالعمل والقول. ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين، إلى إيه؟ الكعبين. قال لأن الحد إذا كان من جنس محدود دخل فيه، فحد الرجل إلى الكعبين كحد الإيه؟ اليدين إلى الكوعين، وكذلك قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم الى المرافق، اي مع المرافق، فالى بمعنى مع، وامسحوا رؤوسكم وارجلكم الى الكعبين، اي مع الكعبين، يبقى الى بمعنى مع، وهذا من باب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وسيدنا ابو هريره رضي الله عنه لما وصف برضه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كسيدنا عثمان، قال: ثم غسل يديه حتى يعني أشرع في عضده، يعني وصل لإيه؟ للعضد اللي هو فوق المرفق. ثم غسل رجليه حتى أشرع في ساقيه، يعني فوق الكعبين، فوق الكعبين.
حي. قال ايه؟ قال تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر. قال فأدركني، يعني احنا سبقناه، فأدركنا صلى الله عليه وسلم. قال وقد أرحقنا العصر، يعني قاربنا ايه؟ قاربنا صلاة العصر. قال فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، يعني بسرعة. فقال صلى الله عليه وسلم ونادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. قالها مرتين أو ثلاثا، أي ويل لأصحاب الأعقاب من النار، يعني الذين لا يتممون الفريضة، فريضة الوضوء الذي يغسل بعض رجله ويترك بعضه، لأن العقل هي منوار. الناس يقول عليها الكعب لكن هي لا، غلط. الكعب هو العصب اللي آخر المفصل السابق اللي احنا نسميها البزة، دي الكعب. لكن اللي من الخلف دي اسمه ايه؟ العقل. واللي فوقيه اسمه العقوب. العقوب والعقل. فكلمة ويل للأعقاب من النار، لأن الأعقاب اللي هي لا يصل إليها الماء. الغالب في العقوب ده داخل، خصوصا في الجسم هزيل، فتلاقي بياض لو ما خدش باله تلاقي أبيض، ما وصلش ماء إلى العقوب. هو النبي صلى الله عليه وسلم يقصد هذا، ويل للأعقاب من النار، اللي هي مؤخر القدم، مؤخر القدم. اللي ما ياخدش باله يجد الماء لا يصل إلى الإيه؟ إلى العراقيب والأعقاب. طبعا بإجماع أهل السنة على وجوب غسل الرجلين عند جميع أئمة أهل السنة. الروافض والشيعة يمسحون أرجلهم، وأخذوا بقراءة فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وهي قراءة سبعية. فالعلماء أهل اللغة العطف على اللفظ لا على المعنى، يعني على لفظ الرؤوس، فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، العطف على اللفظ لا على المعنى، يعني ليس العطف على الممسوح، يعني ليس المراد المسح، إنما هو عطف على المجرور لأنه أقرب حاجة لي القراءة كده. لكن الفعل ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لم يمسح على الرجلين إلا على الخفين. يعني حتى الروايات التي وردت في المسح على الرجلين محمولة على المسح على الخفين، لأنه كان يمسح بالماء على القدمين مباشرة. يبقى هذا معنى القراءتين، يبقى امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يبقى هنا التقدير فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم، يبقى العطف على الممسوح. العطف على الممسوح ده في الجر، بس العطف ايه؟ باللفظ لا المعنى. انما المعنى ان الرجل تغسل مع المغسول. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين بقوله وعمله صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. فبين صلى الله عليه وسلم أن الرجل تغسل ولا تمسح. الحافظ ابن حجر في فتح الباري
ابن أبي ليلى أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن القدمين تغسلان، أن القدمين تغسلان، ده إجماع من إيه؟ من الصحابة قول عبد الرحمن بن أبي ليلى. وأن ما ورد من مسحه صلى الله عليه وسلم على القدمين محمول على الخفين، أنه كان يمسح على الخفين. هذا هو البيان، بيانه صلى الله عليه وسلم بفعله عليه الصلاة والسلام. ثم قال: ويجب تعهد ما تحتهما كالعقوب والأخمص، اللي هو باطن الرجل، يقال له أخمص وهو باطن القدم، بالغسل. وكذا سائر المغابن، يعني الأشياء الغائرة، يعني لو في جرح غائر يبقى يتعهد أن يمسك مية ويضعها حتى لا تكون أي لمعة، لأنه لو ما حطش مية لأي شيء غائر حتى ولو جرح أو غائر يعني خلقة، يبقى لابد أن يتعهد. ويندب تخليل أصابع الرجلين. احنا قلنا غسل، في غسل اليدين تخليل الأصابع عندنا ايه؟ واجب في الوضوء. أما تخليل أصابع القدمين فمستحب. يبدأ ندبا بخنصر اليمنى، يعني كيفية التخليل، ويختم بإبهامها من أسفلها بسبابته، ثم يبدأ بإبهام اليسرى ويختم بخنصرها كذلك، والدلك باليد اليسرى. احنا قلنا في الوضوء يخلل هكذا من الظاهر، من ظاهر اليد هكذا وهكذا، ده كيفية الدلك بإيه؟ دلك الأصابع أو تخليل الأصابع. التخليل ده عشان الدلك، التخليل للدلك عشان يدلك ما بين الأصابع، هذا المقصد من التخليل. طبعا هنا قلنا الدلك واجب كما سيأتي، فهنا التخليل عشان تكملة لدلك ما بين الأصابع، يبقى هنا في ظاهر اليد. أما في الرجل فالتخليل من تحت، من باطن الرجل، يعمل بصباعه كده، يبدأ من هنا أصبع القدم، يبدأ بالخنصر واحد اثنين، يبدأ بالخنصر ويبدأ في الرجل، يعني يجلب رجله كده ويعمل، يبقى هنا التخليل أصابع اليد من الظاهر وأصابع الرجل من الباطن. الرجل الشمال برضه يمسك صباعه كده ويعمل كده في رجله، يبقى ده الفرق بين تخليل أصابع اليد وأصابع الرجل. أصابع اليد من الظاهر وأصابع الرجل من الإيه؟ من الباطن. يبدأ بالخنصر وينتهي بالإيه؟ بالإبهام. وكذلك في الشمال يبدأ من هنا ويختم بإيه؟ ثم قال: ودلك خفيف بيد. لكن لو نسي تخليل أصابع الرجلين الوضوء صحيح، لأن التخليل مستحب في الوضوء، لكن في الغسل كما سيأتي واجب. قال: طب والفرق بين أصابع اليد والرجل؟ قال: لشدة التصاق أصابع القدمين، شدة التصاق أصابع القدمين، يعني التخليل فيه مشقة، لذلك قيل مستحب. لكن أصابع اليدين واسعة فتخليل
تطبيب هذه سهل، هذا هو الفرق يعني. ودلك خفيف بيد. الفريضة الخامسة من فرائض الوضوء الدلك، ودي انفرد بها المالكية، لكن عند الأئمة الثلاثة الدلك سنة وليس واجبا. الفريضة الخامسة الدلك، وتعريف الدلك هو إمرار اليد على العضو ولو بعد صب الماء قبل جفافه، يعني لو مع الماء. الآن ميسور لوجود الحنفية، يعني ممكن أنت تحط إيدك تحت الحنفية وتدلك في اليد ورجل بالذات، وفي الوجه طبعا أنت بتلم الماء الأول وبعدين تدلك بعده. ما دام العضو لين يبقى الدلك مشروع، وهو إمرار اليد على العضو ولو بعد صب الماء قبل جفافه. والمراد باليد باطن الكف كما استظهره بعضهم، فلا يكفي دلك الرجل بالأخرى في الوضوء بالذات. قال خلافا لابن القاسم، ابن القاسم قال يجوز الدلك بأي شيء، يعني بظاهر اليد أو بباطن اليد. لكن الراجح الدلك يكون بباطن اليدين، فلا يكفي دلك الرجل بالأخرى خلافا لابن القاسم، ولا الدلك بظاهر اليد اللي هو ايه؟ يدلك كده بظاهر اليد، لكن الدلك يكون بباطن. هنا الدلك ده مهم جدا في يعني مذهب المالكي أوجبه، لأنه فيه يعني بشرة دهنية وبشرة يابسة، يعني الناس تختلف في البشرة، هتلاقي بشرة دهنية ينبو عنها الماء، تلم عليها المية تلاقي الماء يتقطع، يعني زي ما بنقول احنا ما يركبش عليها الماء، بشرة دهنية زي ما يكون مدهونة بالزيت أو السمنة. بشرة تانية تلقاها جافة، مرضى طبعا إن ما دلكتش ما يتشربش الجلد، يعني بشرة جافة يابسة، كنت تعمل كده أهو الماء ما يلينش الجلد. سبحان الله، يعني مثلا الإمام مالك في النقطة دي بالذات يعني لما أوجب يعني يعتبر من إحسان الوضوء، من إحسان الوضوء، يعني لو واحد بشرته دهنية مثلا أو يابسة ويحطها كده تحت المية والتقريزة يبص فيها بعد شوية كده ما يلاقيش عليها مية، تحس إنها إيه جافة كما هي. لكن الدلك تلاقي الجلد لام، يعني هذه هي إيه العلة في وجوب الدلك، فده من باب الإيه؟ من باب إحسان الوضوء. والدليل على وجوب الدلك حديث عبد الله بن زيد برضه في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فجعل يدلك ذراعيه، فجعل يدلك ذراعيه، يعني طبعا بقية الأمر. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان يدلك الذراع، يدلك في الوضوء عموما يعني. وفي حديث برضه أنه صلى الله عليه وسلم قال للسيدة عائشة: وادلكي جسدك بيدك. قال: والأمر للوجوب ولا فرق بين الوضوء والغسل. دي أدلة المالكية في وجوب الدلك، في وجوب الدلك. قالوا هذا في الوضوء، وأما في الغسل فيكفي دلك الرجل بالأخرى، والدلك بأي شيء حتى ولو بخرطة أو
حائط كما سيأتي في باب الغسل إن شاء الله. والتلك يكون مرة واحدة وليس ثلاثة، يبقى في فرق بين الغسل ثلاثة لكن الدلك مرة واحدة، مش مع كل صبغ يدلك، لكن إن دلك لا شيء، لكن هو الواجب إيه؟ مرة، فما زاد يعني يعتبر إيه؟ زائد في الدلك، زائد عن الواجب يعني. قال ويكره التشديد والتكرار لما فيه من التعمق في الدين المؤدي للوسوسة. يعني في بعض الناس تلقاه يعني بيدلك زي ما كل واحد بيزيل وسط من جسمه، لا، هو الدلك ده يعتبر لإيصال الماء إلى البشر مش أكثر، ويكفي مرة واحدة ولا داعي لإيه؟ للتعمق والوسوسة، لأنها مضرة بالدين. أحيانا تلاقي واحد يقعد في الوضوء ربع ساعة ثلث ساعة، من إيه؟ من الزيادة على الغسلات يغسل أكثر من ثلاث مرات، خمسة ممكن سبعة، الدلك ذلك يقعد يدلك كثيرا، كل ده يعتبر من الوسوسة المذمومة. ويكره التشديد والتكرار لما فيه من التعمق في الدين المؤدي إلى الوسوسة. وموالاه